بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى أساسيات التحويل، سنقوم بإعداد جهازي تحويل لكل جهاز. راح نسوي له كلمات المرور للدخول إلى صفحة الإعدادات للبرمجة اللي هو الكونسل والفي تي واي والإنيبل باسورد والإنيبل سيكرت، وكذلك سنقوم بإضافة العناوين اي بي لكل محول وإضافة العناوين الفيزيائية، ثم إضافة شبكات الفيلان، ثلاث شبكات فيلان على كل محول، وتوزيع منافذ كل محول على ثلاث شبكات الفيلان اللي بضيف. أول شيء راح نجيب جهازي سويتش اللي هو سويتش الأول، راح أضيف جهازين سويتش الأول 2950 24 منفذ. الأول راح أسميها حايل، والثاني راح أسميه المدينة. التوصيل ما بين المحولين يكون عن طريق الكيبل الكروس في المنفذ الفاست إيثرنت 01، اللي بعدين راح اخليه يكون هو قناة الاتصال ما بين المحولين، او بالاساس بين شبكات الفيلان الموجودة على كلا المحولين حائل والمدينة. اضافة جهازي كمبيوتر لكل محول، توصيل اجهزة الكمبيوتر يكون عن طريق الكيبل المباشر، توصيل الشبكة المحلية بالفاست ايثرنت بالنسبة للكمبيوتر، الفاست ايثرنت رقم 2 بالنسبة للسويتش، نفس الشيء بالنسبة لللابتوب، فاست ايثرنت إلى فاست ايثرنت رقم 3، نفس الشيء على سويتش المدينة. ثم توصيل الكونسول كيبل وحدة التحكم بالار اس من الكمبيوتر إلى الكونسول في السويتش من جهة المدينة، بالكونسول في السويتش إلى الار اس بالكمبيوتر اللي موجود بشبكة المدينة. بداية الاعدادات اللي هو تكوين كلمات المرور، راح ادخل من خلال الكمبيوتر الموصل بالكونسل على سويتش حايل، روح الى ديسكتوب، ثم الهايبر تيرمينال او برنامج التيرمينال اللي يسمح لي بالدخول الى البرمجة، اوكي، وادخل في الاعدادات امتاع سويتش حايل. اول شيء من وضع المستخدم، اذا سويتش وبعد علامة اكبر هذه تسمى وضع المستخدم، لازم ادخل الى وضع الامتيازات اللي هو سويتش، بتجي علامة الهاشتاج او علامة المربع، وادخل الى وضع التكوين العام عن طريق الامر كونفيجور تيرمينال، ونبدأ اول شيء بتغيير اسم المحول هوست نيم، راح اسميه حايل، ثم الدخول الى وحدة التحكم لاين كونسول 0، راح اسوي لها كلمة المرور بتاعها باسورد سيسكو، ثم لوجين لتنشيط كلمة المرور، بعدين لاين في تي واي من 0 الى 15 بالنسبة للسويتش، ثم باسورد سيسكو لوجين. اذا سويت كلمات المرور الخاصة بالدخول وواجهات الدخول للبرمجة او لادارة السويتش، اسوي حين اكزيت، واسوي كلمة المرور الخاصة بالانيبل باسورد سيسكو، واللي قلنا هذه لو سويت الانيبل سيكرت هذه الانيبل باسورد ما تصير لها فاعلية، الانيبل سيكرت كلاس بالاساس احنا نستخدمها لما نكتب الامر انيبل من الدخول من وضع المستخدم الى وضع الامتيازات، يطلع لي كلمة مرور، كلمة مرور اللي تمشي هي هذا. انا سويت الاثنين، الانيبل باسورد اللي هي سيسكو والانيبل سيكرت اللي هي كلاس، بالاساس لما ندخل انا بعدين على سويتش يطلب مني كلمة المرور لما نكتب الامر انيبل، نكتب له الانيبل سيكرت كلاس، نكتب له كلاس هذا. تشفير كلمة المرور سيرفيس باسورد انكريبشن، ثم
الدخول إلى إضافة العناوين الفيزيائية لجدول التحويل عن طريق الأمر MAC address static، ونروح إلى config ثم فاصل إثرنات، بنسخ العنوان الفيزيائي من هنا copy، ثم نرجع إلى سطر الأوامر أو صفحة البرمجة هذه، نسوي له باس، ثم VLAN رقم 1 FA 0.2، هذا إضافة الماك الأول، عفوا انترفيس. هنا شفتوا ما كتبت كلمة انترفيس، طلع لي غلط هذه العلامة، هذه يعني أنه عندي غلط في الخطوة هذه. هنا بضيف له بس انترفيس FA 0.2. بالنسبة لجهاز اللابتوب الثاني نفس الشيء، نفس الأمر هذا، لكن المنفذ هو FA 0.3 بالنسبة لللابتوب، هذا FA 0.3 هنا. فراح أجيب الماك متاعه config fast ethernet copy، ونرجع إلى صفحة البرمجة هنا، برجع بالماوس بمسح هذه 2 وحط بدلها 3، ثم برجع بالماوس إلى الماك وامسحه، وكليك يمين هناك بالماوس ولصق الماك اللي نسخته متاع الماك اللي نسخته الخاص بالجهاز الثاني اللي وصل على سويتش هاي. بعدين إضافة العناوين اي بي للمحول، انترفيس VLAN 1 العنوان الاي بي، اي بي ادرس 192.168.1.2، قناع الشبكة 255.0، ثم تسوي exit، وضيف العبارة الافتراضية للمحول IP default gateway اللي هي 192.168.1.1، بسوي بعدين اند خروج من وضع التكوين العام، وارجع الى وضع الامتيازات مشان اضيف شبكات الفيلان عن طريق الامر فيلان داتابيز لاضافه شبكات الفيلان. اول شيء الفيلان رقم 2 فيلان 2 اسمه نيم ستودنت الفيلان الثالث، راح اعطيه الرقم 3، ونرجع هنا بالسهم الى اليمين وامسح student واكتب teacher، الفيلان رقم 4، فكرر الامر بس فغير هنا يصير هذا رقم 4، وبدال teacher بكتب administration، إذا أنهيت الحين إضافة شبكات الفيلان، أسوي إكزيت وأروح أضيف الحين إضافة المنافذ لكل شبكة من شبكات الثلاث هذا. أول شيء بدخل إلى وضع التكوين العام عن طريق الأمر configure terminal، ثم أحدد الواجهات. قلنا نقدر نضيف كل واجهة لحالها، مثلا لو أضيف الواجهة رقم 2 لحالها انترفيس FA 0.2، والامر اللي بيضيفها على الفيلان اللي هو سويتش بور اكسس فيلان 2. لو نحب نضيف مجموعه منافذ نستخدم الامر التالي انترفيس رانج اف اي من 0.3 الى 9، فهنا راح يحدد لي مجموعه منافذ ويضيفهم في نفس الوقت الى الفيلان الذي
احدده مثلا سويتش بور اكسس فيلان رقم 2 هو نفسه. بقيت شبكات الفيلان مثلا فيلان خاص بالمدرسين اللي هو فيلان رقم 3 راح اضيف له المنافذ من 10 إلى 15، ثم حدد هنا رقم الفيلان 3، ثم بالنسبة للفيلان رقم 4 راح أضيف المنافذ من 16 إلى 24، وحدد رقم الفيلان عن طريق الأمر سويتش بور أكسس فيلان رقم 4. هنا أنهيت إضافة شبكات الفيلان، نسوي هنا إكزيت، ثم عندي تحديد قناة الاتصال ما بين شبكة الفيلان، هو المنفذ رقم 0FA01 اللي أنا وصلت به ما بين السويتشين، هذا اللي راح يكون قناة الاتصال. فلازم نيجي للمنفذ هذا وخليه يكون هو قناة الاتصال باستخدام الأمر سويتش بور مود ترانك للواجهة هذه حتى تصير هي قناة الاتصال. فنيجي هنا حددها انترفيس FA01 واكتب لها الامر اللي هو يخليها تصير قناه اتصال سويتش بور مود ترانك، فتصير هي قناه الاتصال. نسوي هنا اكزيت، هي راح اسوي اند منشان نشوف الشغل اللي انا سويته. اسوي شاو فيلان وشوف شبكات الفيلان اللي سويتها. هذا عند الفيلان الأول الافتراضي، بقي عليه منافذ أم لا؟ لم يبقى فيه ولا منفذ. لكن هنا لو في الملاحظة أقول لكم إياها، لازم الفيلان الافتراضي هذا رقم 1 على الأقل يبقى له منفذ خاص بالإدارة، لأن لو حذفت كل المنافذ ما عاد يصلح للإدارة، فلازم أخلي له منفذ. أنا المنافذ وزعتهم الكل، الـ FA01 هو بتاع قناة الاتصال من 02 إلى 09 موجودين على الفيلان رقم 2 اللي هو السودنت بتاع المتدربين. الفيلان المنافذ من 010 إلى 15 موجودين على الفيلان رقم 3 الخاص بالمدرسين، ومن المنافذ من 016 إلى 024 موجودين على الإدارة. فراح يجي هنا للمنفذ هذا FA024 الخاص بالإدارة، احذفوا من الفيلان بتاع الإدارة وضيفوا للفيلان رقم 1 أو رجعوا للفيلان رقم 1 حتى يبقى للفيلان رقم 1 له منفذ خاص بالفيلان الإدارة. كيف نسوي العملية هذه؟ بضغط هنا كنترول زد من الخروج من وضع العرض هذا، وبدخل إلى وضع التكوين العام، ونحدد الواجهة انترفيس FA024 هذه اللي راح احذفها من الفيلان رقم 4. فاكتب له الامر زي الامر اللي هو نفس الامر اللي انا سويت به الاضافه اللي هو سويتش بور اكسس فيلان 4، راح اكتب له ناو سويتش بور اكسس فيلان 4. ايش راح يسوي الامر هذا؟ راح يحذف المنفذ هذا 0024 من قائمة المنافذ اللي تابعة للفيلان الخاصة بالإدارة اللي هو رقم 4 administration، وراح أرجعه إلى الفيلان رقم 1 اللي هو الفيلان الافتراضي. راح أكتب له هنا نفس الأمر هذا، بضغط على السهم اللي راح فوق، بمسح هذه 4 وحط بدلها 1 وراح يكون على الفيلان 1، وامسح هذه ناو حتى يصير switch port access فيلان رقم 1، فينضاف المنفذ هذا اللي هو 024 حذف من الفيلان رقم 4 راح ينضاف إلى الفيلان رقم 1. الحين خلص الإعدادات متاعي، بسوي أند الخروج من الوضع التكوين وارجع إلى وضع الامتيازات مشان أسوي النسخ الاحتياطي. copy running configuration to startup configuration، وأضغط على زر Enter. هنا أوكي Enter مرة ثانية مشان أوافق على الحفظ، وسوي هنا شاو ستارت اب كونفيجريشن اللي هو عرض محتوى الذاكره. هنا يعطيني اسم السويتش
هذه كلمة الانيبل سيكرت مشفرة، هذه انيبل باسورد كذلك، وهذا هنا الانترفيس FA01 اللي هي صارت قناة اتصال سويتش بور مود ترانك، وبقية المنافذ من 02 إلى 09 تلقاهم على الفيلان رقم 2، ومن 010 إلى 015 على الفيلان رقم 3، ومن 016 إلى 023 على الفيلان رقم 4. ونيجي للمنفذ اللي هو 24، اللي أنا حذفته من الفيلان رقم 4 وضفت الفيلان رقم 1. ثم هذا العناوين اي بي نتاع الفيلان نتاع السويتش، العنوان اي بي والعباره الافتراضيه نتاعو، وكلمات المرور نتاع الكونسول لاي كونسول 0، والفي تي واي من 04 و05 الى 15. ثم العناوين الفيزيائيه اللي انا اضفتها نتاع الجهازين اللي على اف اي 02 واف اي 03 نتاع الكمبيوتر.